حفاظاً على سلامة الصحفيين، أقامت لجنة الصليب الأحمر الدولية ورشة عمل في محافظة ذي قار تحت عنوان التغطية الإنسانية وحماية الصحفيين بمشاركة عدد منهم، حيث تضمنت بإيجاز شرح البرامج والقوانين التي أكدت فيها على الحماية القانونية والإنسانية. احنا سعيدين جدا بتواجدنا اليوم في الناصرية بالنخبة من الصحفيين الرائعين. اليوم الورشة اللي نقوم بها كصليب أحمر دولي يمكن أهم شيء فيها أنه يتم التعاون بينه وبين الصحفيين الموجودين، نشوف كيف ممكن القانون الدولي الإنساني يحميهم، تذكير ببعض الأمور اللي ممكن تحافظ على سلامتهم ميدانيا، بالإضافة إلى الحديث عن التغطية الإنسانية وكيف ممكن الصحفي يغطي بعض المواضيع الإنسانية بصورة جيدة. الإعلاميين هم دائما موجودين في خطوط الأمامية في أي تغطية إخبارية، في أي نزاع مسلح، في أي حرب، في أي مواجهات يمكن قد تعرض الصحفي للخطر. ضروري للصحفي اليوم أن يعرف متى يمكن أن يكون هو مدني وكيف تسقط المدنية من عليه، كيف يمكن أن يحمي نفسه أثناء هذه التغطية الخبرية، وكيف يمكن أن يتخذ بعض الإجراءات والاحترازات بما يخص يعني ما يخص سلامته الشخصية، طبعا على درجة عالية من الأهمية. التعريف ببرنامج الصليب الأحمر وشرح القوانين اللازمة لعمل الصحفيين وسرد العديد من الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها أثناء التغطية الإعلامية أو إجراء المقابلات وغيرها الكثير، الأمر الذي دفع عدد من المشاركين تقديم الشكر والثناء لاهتمام هذه المنظمة بصوت الحقيقة. يعاني الصحفي العراقي بصورة عامة من تكميم الأفواه وعدم حرية العمل بالصورة الصحيحة اللي يتمناها أو التي يطمح لها. في وجود هذه الندوات أو الورش العمل اللي موجودة الآن في محافظة ذي قار والتي قام بها الصليب الأحمر، حقيقة تتحدث عن حرية الصحافة، عن حرية الكلام، عن كيفية التعامل مع الأحداث، فبذلك يعني تضيف شيء آخر إلى الصحفي العراقي من أبناء محافظة ذي قار حتى يعرف المخاطر التي يمكن من خلالها تجاوزها أثناء التغطيات الإعلامية. هنالك عدة قوانين يعني اليوم من خلال منظمة الصليب الأحمر يعني كان هنالك شرح وافي، وهذه الورشة كانت في غاية الأهمية وجدا مفيدة للصحفيين في المحافظة، كيفية يعني إيصال مشاكلهم وكيفية احتواء المشاكل وكيفية أيضا إيصال المعلومات والأخبار أول بأول وبدقة وكذلك بمهنية عالية للحفاظ على مكانة الصحفي وللحفاظ على طبعا مكانة الإعلام بشكل أساسي اللي هو ينقل مظلومية الجميع. في ظل الأوضاع التي يمر بها المراسل الميداني من تسجيل حالات عديدة لانتهاك الحقوق والاعتداءات المتكررة، تحتاج هذه الشريحة اهتماما دوليا حقيقيا للحفاظ على سلامتهم. لبرنامج يوم جديد، علي الهادي، ذي قار.